زي ما قلت لحضراتكم، المشاركه التاسعه للنادي الاهلي كتاني اكتر الانديه مشاركه في كاس العالم للانديه بعد اوكلاند سيتي. هل الخبرات البطوله كانت تنعكس على اداء الفرق؟ يعني اوكلاند سيتي اكتر فرق مشاركه في كاس العالم للانديه، هل ده ليه اثر ايجابي لما يلعب قدام اتحاد جده اللي لسه بالنسبه له بطوله ما بشاركش فيها بشكل كبير، يكون عامل ايجابي بالنسبه له او يعمل الفارق؟ دي انا اعتقد صعب شويه، لان كمان اوكلاند بيشارك، يمكن صعوبة مفيش منافسه كبيره جدا في قدام اوكلاند انه يشارك في البطوله، عكس مثلا الاهلي صحيح. او عكس باقي الفرق الاخرى اللي جايه من اللي كسبت دوري ابطال سواء افريقيا او اسيا او غيره. فاعتقد لا، صعب شويه. كمان الكره شويه مش اقوى حاجه في نيوزيلندا، معاهم مدرب صغير في السن، هي فرقه كويسه، لكن اعتقد خبرات اتحاد جده اكتر حتى مع عدم المشاركه، خاصه ان هو ما اتحركش كتير، يعني هو بيلعب على ارضه وسط جمهوره، فاعتقد شويه الكفه بتميل للاتحاد السعودي اكتر من اوكلاند. لكن ورد المفاجاه، يعني انا تابعت المدرب، تصريحات المدرب، تابعت شغله مع الفريق وشفت لقطات كتير للفريق. لا، هو فريق كويس، يعني هو فريق كويس، فريق مبشر، لكن ما زلت اشوف لا الاتحاد افضل. جاياردو كمان مدرب عنده خبرات كبيره، هو مدرب كان مرشح في وقت من الاوقات تدريب برشلونه، صحيح، تدريب ريال مدريد، مدرب كبير جدا، ومكسب اظن الاتحاد بعد نونو سانتو. فاعتقد لا، يعني كافه الاتحاد اكتر، وخبراته وخبرات مدربه اكبر كبيره كمان من خبرات اوكلاند. طب عايز اكلمك على رؤيتك، يمكن دي اخر نسخه بسبع انديه، النسخه القادمه من كاس العالم انديه هتكون في 32 نادي، الشكل مختلف تماما، ويمكن البطوله هتاخد منحنى مختلف عن اللي احنا يمكن تابعناه خلال الفتره اللي فاتت. شايف ده ازاي؟ وشايف يعني مجمل البطوله والمرشحين للوصول للمباراه النهائيه في وجود طبعا المان سيتي في هذه البطوله؟ يعني شايف مان سيتي والاهلي، يمكن هم شويه طريقهم، طريق الاهلي طبعا مع الاتحاد. مان سيتي طبعا اعتقد حاسم النهائي بشكل كبير جدا، مان سيتي من اقوى الفرق في العالم حاليا، بيقدم مستوى كبير جدا جدا. اعتقد هم اكتر فريقين مرشحين او عندهم حظوظ ان هم يتقابلوا في النهائي. النسخه الجديده من كاس العالم هتبقى صعبه طبعا، احنا بنتكلم في 24 فريق وبنتكلم في كاس العالم كمان، صحيح. يعني هتبقى مع كاس العالم اللي جاي في 48 فريق تقريبا، فالبطولات بتكبر وعدد الفرق الكبيره بتكبر واللعيبه بتقل، يعني اللعيبه بتقل، يعني بقيت احس ان عدد المباريات اكبر كتير من اللعيبه المتاحه في كل العالم. مباريات كتيره يعني جدا، ويعني اللعيب يعني ده امم اوروبا، ده يعني عندنا دوري الامم السنه الجايه، عندنا امم افريقيا، عندنا لسه غير الدوريات الاخرى، عندنا امم اوروبا، عندنا دوري الامم الاوروبيه، عندنا، فبقيت احس ان اللعيبه اقل كتير جدا من البطولات. لكن اكيد هي قوه كبيره جدا، سواء كاستثمار للانديه اللي هتشارك فيها. احنا بنتكلم دوري السوبر الافريقي مثلا، لما اتعمل انت بلعبت ماتشين تقريبا او اكثر، خدت 2.5 3 مليون دولار، ده رقم كبير، يمكن اكتر حتى من الفوز بي او الفوز او التواجد في دوري ابطال افريقيا، كقيمه تسويقيه بتبقى قيمه تسويقيه كبيره جدا جدا. لكن حاسس ان عدد الفرق كبير على كاس عالم انديه. صحيح، انا متفق معاك. يمكن الصوره اللي قدامنا طبعا وصول بعثه النادي الاهلي لفندق الاقامه هناك في السعوديه، ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا، الناس مستعده بشكل جيد. وزي ما قلت لحضراتكم ان طبعا السيد خالد مرتجي وخالد بيبو الحقيقه نظموا كل حاجه قبل وصول البعثه، وان شاء الله باذن الله يكون يوم الجمعه باذن الله اول خطوه للوصول للمباراه النهائيه، لان حلم الجماهير وحلم النادي الاهلي الحقيقه ناخد خطوه. يعني حصلنا على البرونزيه، وحصلنا يمكن في بعض على المركز الخامس او السادس او الرابع، لكن ان شاء الله باذن الله دي تكون يعني ان شاء الله باذن الله اول كاس عالم الانديه نصل فيها للمباراه النهائيه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. انت متفائل؟ رغم متفائل، يمكن الاجواء شويه يعني ضبابيه. لا خالص، انا مش شايف الاهلي عنده مشكله كبيره، بعكس ناس كثيره. انا مش شايف الاهلي عنده مشاكل كبيره، الاهلي عنده مشاكل بسيطه سهله حلها، وعنده الوقت انه يقدر يحلها. ما اعتقدش لعيبه الاهلي في البطوله دي محتاجه اكتر من غير ان هم يبقوا طماعين بس. طماعين بس. يعني انت المجموعه دي كلها مش جديده على كاس العالم، خلاص انتوا كلكم خدتوا ثالث العالم، فمفيش اضافه ليكم. الاضافه الوحيده ليكم ان انتوا تروحوا للنهائي، ومش شايف ان الطريق صعب للنهائي، فانت مش محتاج اكتر انك تبقى مركز وطماع.
بس والطمع في الكره ده كويس. يوم الجمعه دي هتبقى عنق زجاجه يعني، هتدي ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكسب ويبقى عندنا طموحات باذن الله للوصول للمباراه النهائيه.